تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس البلغاري رامن رادف تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائيه خاصه الاقتصاديه والاستثماريه والتجاريه فضلا عن التعاون في مجال الطاقه وخلال الاتصال أكد الرئيس السيسي على متانة العلاقات مع بلغاريا وتطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، هذا إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي. من جانبه أكد الرئيس البلغاري الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات التعاون المشترك.